ننهي الحديث بالعلاج عن الأسباب، آسف، بالحديث عن العلاج. ما هو العلاج لهذه الغفلة؟ قد يشعر الواحد منا اليوم بأنه ما نقول غافل، لكن لحقه شيء من غبارها، من غبار الغفلة، أو أصابه شيء وغفل عن شيء من طاعات، أو وقع في شيء من المحظورات. كيف ينقذ نفسه وكيف ينجي نفسه من هذه الغفلة؟ ذلك أيضا بعدة عوامل نجملها في ثمانية أشياء. أولها العلم بالله سبحانه وتعالى، وهو عكس الجهل الذي ذكرناه. العلم بالله سبحانه وتعالى يعصمك عن الوقوع في داء الغفلة وينقذك منها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تكون دائما كثير الذكر، رطبا لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، كان بالأذكار، الأوراد، بالأدعية، بالقرآن، كل هذا ينبغي للإنسان أن يرطب بها لسانه. وهذه العبادة، عبادة الذكر أيها الإخوة، لا تحتاج إلى مجهود، ولا تحتاج إلى بذل مال، ولا أدنى مجهود. أن تمشي وأنت تسبح وتذكر وتقرأ، ماذا يحتاج أو ماذا يأخذ عليك؟ وأنت في السيارة، وأنت ربما تمارس عمل بدني غير ذهني وتذكر الله سبحانه وتعالى، كم عشرات مئات من المرات أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو تدعو الله تعالى، أو شيء من الأذكار، أو شيء من هذه تذكر. فهذا ينقذك، يحميك ويعصمك وينقذك من الغفلة. ثم كذلك مجالس الذكر، مجالس الذكر وهي عكس صحبة أهل السوء ومجالسهم وكثرة الكلام بما لا طائل منه. هنا في مجالس الذكر، مجالس القرآن، مجالس حلقات العلم، المجالس التي يعني قد يجلس الإنسان مع آخرين من إخوانه ويذكرون الله سبحانه وتعالى، هذا ينقذه من هذه الغفلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. انظر إلى التعبير، تعبير رائع جميل محبب إلى النفس. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، سماها رياض، والنفس ترتاح للروضة الغناء الخضراء ذات الماء الرقراق والفواكه والمحاصيل. تصور أنك في جنة من البساتين. فقال: ارتعوا، هناك تمتع في هذه الجنة. زين، فأنت في مجالس الذكر كهذا المجلس الذي نحن فيه، أنت في تلك الروضة، طبعا تحصل فيها على الأجر العظيم والثواب، الجوائز التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، قال: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. والرابعة قال: حفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده وغشيتهم الرحمة. بعد الرابعة، نعم السكينة، أيضا إيش تغشاهم السكينة. فمجالس الذكر حافظ عليها. من الأسباب أيضا، أي أسباب العلاج أو عوامل العلاج، قراءة القرآن. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكره هداية. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. القرآن فيه هداية، فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا موسم قراءة القرآن، موسم الطاعات،
في شهر رمضان وفي العشر الأواخر، فخذ القرآن الكريم رفيق ومصاحب لك في كل وقتك، يعصمك من الغفلة وينقذك منها. من العوامل أيضا عوامل العلاج الدعاء والتضرع، دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بصنوف الدعوات والتضرعات تجعلك قريبا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. لأنك تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير العليم القادر المعطي العاصم. عندما تدعو الله تعالى اعتراف منك بالافتقار إليه سبحانه وتعالى، عندما تلجأ إليه سبحانه وتعالى اعتراف منك بالضعف والحاجة إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الخوف من الله تعالى، انظروا إلى هذه المعادلة الغريبة، الخوف من الله يدفعك إلى ماذا؟ إلى اللجوء إليه والاستمساك بحبله، والخوف من المخلوقات يدفعك إلى ماذا؟ إلى الهروب منها والبحث عن ملجأ. هنا تسارع إليه سبحانه وتعالى بسبب الخوف، بينما هنا من المخلوق أنت تهرب وتسارع إلى إنقاذ نفسك. فرق كبير بين أن تخاف من المولى وأن تخاف من غيره. أيضا الحفاظ على الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. فالله الله في الحفاظ على الصلوات المكتوبات في جماعة، لا تضيع ولا تتكاسل عن أداء هذه الصلاة في جماعة، فهي فرض عليك. ولا تنس أيضا أن تأمر بها أهلك وأبنائك. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ذلك النبي العظيم وكان يأمر أهله بالصلاة لم ينس نفسه، وحتى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سنقول بعد قليل، كان يدفع أهله ويحثهم على الطاعة. إذن الحفاظ على الصلوات في جماعة. آخر العلاج أو آخر عوامل العلاج قيام الليل، الاستمرار على قيام الليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الشريف: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. طبعا باب القيام باب واسع، صورته القريبة أنه يقوم للصلاة، يصلي قيامات، ولكن هو أوسع من ذلك. القيام بقراءة القرآن، بذكر الله سبحانه وتعالى، بالتضرع، بالصلاة، بغيره من أنواع القيام. إذن قيامك بعشر آيات، كانت في صلاة أو كانت بتلاوة، تنقذك من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ما أعظمها من جائزة! حث القنطار كناية عن الأجر العظيم والثواب، لأن القنطار هذا وحدة وزن، وقيل وحدة يعني كتلة، زين، وهو وزن عظيم. البعض يقول 100 كيلو، والبعض 143 كيلو، والبعض 147 كيلو، وزن كبير. فأن تكون ممن يقوم الليل ويقرأ القرآن إلى 1000 آية، أنت تنال هذا الأجر العظيم وتكتب من المقنطرين. ذكرنا أن هذا آخر عامل، ولكن حقيقة بقي واحد ذكرنا عكسه في الأسباب، وهو الإكثار من ذكر الموت. ذكرنا هنالك الغفلة، وهنا نذكر الإكثار من ذكر الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من هاذم اللذات، هاذم بالذال، وفي رواية من هادم، والهاذم هو القاطع، لأن الموت يقطع لذات العبد. وفي رواية
هذه رواية، في رواية يعني فيها تفصيل، بعد أن ذكر الله تعالى، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات، فإن من ذكره معنى الحديث أنه إن كان في ضيق والسعة، وإن كان في سعة، في سعة ضيقة، بحيث العلماء طبعا لهم شرح في ذلك واف، لكن في أبسط الصور بأن ذكر الموت إن كان الإنسان في وسع، يعني في غنى وفي راحة وفي صحة، يذكره بالمآل وبأنه ميت فيلجأ إلى العمل الصالح، يضيق عليه ذلك الوسع والبعد. وإن كان في ضيق وفي تعب وفي نكد من الحياة، يوسع عليه الموت بأمرين اثنين: إما أن يكون بأن يتذكر بأن الحالة الذي هو فيها ليس نهاية الأمر، لأنه بعد العسر يسرى، وبعد ضيق الدنيا إن كان في عمل صالح سعة الآخرة، وإما أن يكون بأنه بسبب تذكره الموت وما هو فيه من ضيق المعيشة وضيق الحال أو الأمراض أو المصائب، فإنه عندما يتذكر الموت يضيق الأمر على نفسه، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يختاره ويرتاح من هذا النكد وهذه المصائب التي غلفت حياته.